كلام كتير وإشاعات كتير انتشرت عن دور أمريكا في ملف سد النهضة واللي إثيوبيا نفسها بدأت تتكلم عنه، لكنه كان كلام غريب ومش متوقع لمصر، واللي ردت عليه بنفي حاسم وحازم. طب إيه دور أمريكا في ملف سد النهضة؟ وهل التصريحات اللي قالتها إثيوبيا عن الدور ده صحيحة؟ وإيه رد مصر على كلامها؟ كل ده وأكتر تقدر تعرفه في التقرير ده من 5 بالعربي. في النهاية المصريين هيدمروا السد ده، جملة صادمة قالها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سنة 2020 في وقت ما استضافت أمريكا المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة. ورغم أن الطرفين قدروا فعلاً يتوصلوا لاتفاق يحفظ ويحمي الحقوق للطرفين، إلا أن إثيوبيا قررت تنسحب من التوقيع على الاتفاق في المرحلة الأخيرة ورفضت إلزام نفسها بيه. وده الموقف اللي يبدو أنه ما عجبش الرئيس الأمريكي وقتها، واللي قال أن رفض إثيوبيا التوقيع هيكون ليه نتائج خطيرة على إثيوبيا والسد نفسه. لكن إثيوبيا اللي الظاهر نسيت أو قررت تتناسى التفاصيل دي كلها، خرجت في بيان من أيام وقالت أنها اتفقت مع مصر والسودان في واشنطن على طريق التشغيل وملء السد. وده كان في سياق رد إثيوبيا على بيان القمة العربية الأخيرة في مدينة جدة السعودية، واللي عبر عن الرفض العربي للتحركات الأحادية في ملف مياه النيل، وأكد أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء من الأمن المائي العربي. السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أكد في رده على التصريحات الإثيوبية دي أنه مفيش أي اتفاق حصل بين مصر والسودان مع إثيوبيا بخصوص ملء السد الإثيوبي غير اتفاق إعلان المبادئ سنة 2015، وأضاف أنه محصلش مطلقاً أي اتفاق خلال المفاوضات اللي حصلت في واشنطن، وأكد أن بيان إثيوبيا بخصوص السد مش صحيح ومحصلش أي اتفاق، وأكد أن بيان إثيوبيا بخصوص السد مليان بالمغالطات وتزوير الحقائق ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية. وقال أن أديسا بابا هربت من اجتماع واشنطن وما وقعتش على اتفاق بخصوص السد. واعتبر المتحدث باسم الخارجية البيان الإثيوبي مؤسف من دولة المفروض أنها دولة مسؤولة، ده غير أنه مليان بالإدعاءات والتضليل وبيسعى للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية. وأكد أن إثيوبيا بتفترض من نفسها أنها بتتكلم عن الدول الإفريقية، وده أمر غير صحيح ومش من حق حد أنه يزايد على دور مصر بخصوص تعزيز العلاقات العربية الإفريقية، ده غير أن مصر تحملت كتير من التضحيات والأعباء علشان تحقق الأهداف التنموية في القارة الإفريقية. وقال أن كلام إثيوبيا عن السياسات الاستعمارية ما هو إلا محاولة إثيوبية لكسب التعاطف الدول الإفريقية، لكن إثيوبيا بتخالف قواعد القانون الدولي بخصوص ملء وتشغيل السد. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر بترحب بتسوية الوصول لاتفاق حازم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وأنه مش من مصلحة حد استمرار قضية السد الإثيوبي.